الاحتفال بيوم المسن العالمي يبدو مختلفا في غزة عن بقية دول العالم. المجتمع الفلسطيني يحافظ على الأباء والأجداد لدواعي دينية أو اجتماعية، ولا يوجد في غزة سوى دار واحدة لمبيت المسنين، البقية يكملوا مشوار حياتهم عند عائلاتهم. الحمد لله المجتمع الفلسطيني في أمومة زيادة عن اللزوم وحضان زيادة عن اللزوم لكبار السن، واحنا الحمد لله رب العالمين كويسين وبخير. والله يا خالتي ساكنة عند اولادي مهتمين فيا وبعنوني وبحطوني، ويعني اجتمعنا منيح والحمد لله رب العالمين على الفلسطينيين، بنحب بعض ومجتمعين مع بعض وملحين مع بعض. الحياة السهلة التي يبرزها القليل من المسنين لا تظهر المشهد كاملا، بقية الصورة ضعف الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وحتى المادية. المسنون ضمن الفئات المهمشة. يعيش المسن الفلسطيني أو كبير السن في قطاع غزة في ظروف صعبة، حيث تعتبر فئة كبار السن من الفئات المهمشة في قطاع غزة. كما تعرفون هناك احتياجات عديدة لكبار السن، احتياجات نفسية، احتياجات اجتماعية، احتياجات صحية، الضمان الاجتماعي والرفاهية الاجتماعية. جزء من هذه الاحتياجات وهذه الأشياء تم تلبيته من خلال المؤسسات والوزارات، ولكن جزء كبير بحاجة لتطوير وتمكين أكثر. مساكين المسنين حركتهم على الله، ما إلهم معين غير رب العالمين. والله يا شيخ إن الواحد يبقى يعني خاطره في سبحان الله في حسنة إنه ما بقدر يجيبها إلا كان يعني ربنا لما الله يكرمه بإنسان حنحن عليه. المؤسسات الرسمية والأهلية تعمل جاهدة على توفير بعض الدعم للمسنين، دعم لا يلبي الجزء الأكبر من احتياجاتهم الكثيرة، رغم أنهم يشكلون حوالي 5% بين الفلسطينيين. نعمل على التخفيف من هذه المعاناة من خلال مشروع الحماية الاجتماعية أو الحماية الوطنية التي تقوم عليه الوزارة، بحيث ترعى المسنين اجتماعيا. إن الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لا وجود لها بالنسبة إلى الدور المطلوب لنشر ثقافة الداعية للاعتناء بكبار السن، وعلى الأقل تخصص ساعة واحدة من ساعة البث الإذاعي المسموع والمرئي، تكون ساعة البث من أجل صالح الدعوة إلى رعاية كبار السن. كما أن هناك دول كثيرة أعدت برامج ترفيهية خاصة لكبار السن. المسنون في غزة واقع صعب واحتياجات كثيرة، الاحتفاء بهم في يوم المسن العالمي يشكل أولى خطوات الاهتمام بهذه الشريحة الفلسطينية، لكن المطلوب أكثر بكثير. محمد الأصل، تلفزيون القدس، غزة.